شوف النهاردة جبتلكو عروض حلوة قوي قوي. بصوا شايفين الحاجات الحلوة دي؟ بصوا بألوان مش قادرة اقولكو اكتر من 100 لون. تمام، عايزين تعرفوا التفاصيل؟ يلا بينا نخش ونعرف احنا فين وجايبين الحاجات الحلوة دي منين. شايفين الجمال؟ وستارة كاملة مكملة، اي ستارة جاهزة على التركيب ب50 جنيه. بصوا تشكيلة حلوة قوي قوي قوي، في الوان كتير، وقلبي وشوفي انت عايزة ايه. حاجات كتير جدا جدا. بصوا النهاردة هيبقى في مفاجآت حلوة قوي بمناسبة رأس السنة والسنة الجديدة في محل مارتينو للمفروشات، ودي أرقام التليفونات اهي، والرقم ده عليه واتس. ازيك يا سمير؟ عامل ايه؟ دايما كده عامل لنا انبهار وعامل لنا مفاجآت حلوة قوي. بمناسبة الكريسماس كل سنة وانتم طيبين. وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. علينا وعليكم كلكم. ربنا يخليكم السنة الجديدة كده بقى، وكل حد عايز يحط حاجة إن شاء جديدة. الله. السنة دي كلها مفاجآت معانا. ان شاء الله بإذن الله. تعالى بقى كده قول لنا هنعمل ايه. يلا بينا. يلا بينا. النهاردة. النهاردة بمناسبة الكريسماس كل سنة وانتم طيبين ورأس طيب. السنة بنقدم لكم الستارة دي أكتر من 40 لون، عرض 140، ارتفاع 2 متر ونص. تمام. ستارة ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. في مفاجأة، انتظرونا لآخر الفيديو يا جماعة، في مفاجأة كبيرة. تمام، هيعمل لنا مفاجأة حلوة قوي. احنا النهاردة بصوا الألوان. يا جماعة الفيديو النهاردة مسمينه ببلاش. ببلاش. ببلاش، ب 100 جنيه الستارة ببلاش، ما جابش حق التفصيل. بصوا أنا مصورة لكم النهاردة بالليل كده أهو، كل مرة بصور لكم الصبح، النهاردة بالليل عشان تشوفوا الإضاءة لما بتولع بالليل، عشان في ناس قالوا لي إيه الإضاءة بتبقى عاملة إزاي على الستارة بالليل. بصوا غير بالنهار خالص. أكتر من 40 لون، 50 لون، خلي بالك المرة دي مفاجأة كبيرة يا جماعة. كل ده بكام؟ كل ده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. بصوا بقى الحاجات الجميلة دي. بصي الحلقة جاهزة، بكل حاجة جاهزة. تمام، على التركيب على طول. بصوا على التركيب على طول اهي. ادي القطعة يا جماعة. بصوا يا جماعة ما شاء الله. اهي. الحلق بتاعها. والحلق ده كبس. تمام. اهو. الخد نفس اللون يا جماعة. تمام. دي عرض 140. افردها كده. ارتفاع 1 متر ونص. 2 متر ونص. عرض 140 ارتفاع 2 متر ونص. تمام. بصوا الالوان. مارتينو بيعمل لكم مفاجأة يا جماعة. بصوا يا جماعة. كل الالوان موجودة، اكتر من 40 50 لون. تحس ان هي بتضوي كذا لون. بصوا. 50 لون بيقول لكم كل سنة وطيبين. كل الالوان موجودة، اكتر من 40 و50 لون. ودي الاتيابة اهي يا جماعة، بنقص منها. الحاجات دي مش بواقي زي ما قلنا قبل كده. تمام، كل حاجه تواب اهي. التوب قد ايه؟ بصوا تواب يا جماعه، اي لون بقى عايزاه تعملي منه الكميه اللي انت عايزاها. موجود كميه كبيره اللي عايز. وكل الالوان. ورجعنا لكم ستارت ب 50 جنيه. تمام، نشوفها برضو. بصوا يا جماعه اهي، بعد ما خلصت عملوا منها كميه تاني. 50 جنيه. دي ب 50 جنيه اهي. عرض 140 ارتفاع 2 متر ونص. في منها كل الالوان. كل الالوان. تمام. مارتينو يا جماعه النهارده شعرنا ببلاش. تمام. ببلاش النهارده، كل سنه وانتم طيبين. وموديلات مختلفة. موديلات مختلفة. يعني شايفين موديلات مختلفة، مش موديل واحد. موديلات مختلفة. بصوا يا جماعه موديل مختلف. بصوا ب 50 جنيه الستاره دي. بنخرم قصاد العملاء. بنفتح وبيحطوا. تابعونا ان احنا بنخرم قصادهم ونكبس ونخليهم هم بيكبسوا بايديهم، علشان كمان تختاري اللون بتاع الحلق. الحلق اللي فيه منه فضي وفي منه ذهبي وفي اللي هو النحاسي. تمام اهو، ودي برضو ب 50 جنيه. 50 جنيه يا جماعه. تمام، ب 50 جنيه برضو. ببلاش. تمام، 140. عرضنا النهارده. ايوه. 50 و100. تمام. عرض 140 ارتفاع 2 متر ونص. تمام. مفاجأة لآخر الفيديو. كملوا معانا الفيديو، حطوا لايك للفيديو. بصوا كده. أول ما يجي إيه؟ ألواننا كتير. بصوا كمان افرد لنا الذهبي دي، الناس اللي بتحب الألوان الذهبي دي. تمام. بصي ده شغل بارز يا جماعة. طيب نقرب كده الكاميرا عشان نوريهم. كده بإيدك، فرجيهم، قولي له دي ب 50 جنيه يا جماعة. بصوا. الشغل بارز بتاعها ازاي؟ ب 50 جنيه. الناس اللي بتحب الجليتر اهو برضو ب 50 جنيه.
بصوا ب 50 جنيه ستاره، قماش ببلاش قماش ببلاش بتفصيل بحلق، كل ده ب 50 جنيه بس. تفصيلها ما جابتش تمن تفصيلها ب 50 تمام. جنيه وبعدين ايه دي ب 50 جنيه، قطع مش شيفون. احنا عايزين نقول لهم كمان ان دي جاهزه، دي ستاره تقيله هي تمام، كلها اهي ستاره تقيله، مش الحاجات دي مش شيفون. ما هي المقاس عرض 140، ارتفاع 2 متر ونص، يعني حته قطعه بالسعر ده تمام. ببلاش زي ما بنقول ببلاش. بصوا الالوان كتير ازاي ما شاء الله. ببلاش مارتيلو، وريهم كل سنه وريهم وطيبين. الساده برضو ببلاش تمام ستاره اهي ب 50 اهو. ده منقوش. بصوا بقى الناس اللي بتحب دبل الساده، فيس دبل فيس وريهم الساده. بص برضو، بصوا يا جماعه الحاجات دي من الحاجات القماشه الغاليه. تمام، ان هي دي تبقى نازله ب 50 جنيه حرير حاجه اهو. بحاجه بصوا، ودي على فكره لما بتبقى كمان على الستاره بتبقى حاجه تانية خالص، اللمعه بتاعتها بتبقى حلوه. وده ب 50 برضو. بصوا يا جماعه ده برضو احنا عرضنا النهارده اسمه عرض ابو بلاش. بصوا ب 50 جنيه قطعه ما شاء الله، تقيله وجميله عرض جدا 140 ارتفاع 2 متر ب 50 جنيه يا بلاش، حلوه قوي يا بلاش. بصي على اي بقى ديكور عندك، النهارده ب 50 وب 100 وب 100 القطيفه. تمام، القطيفه القطن كمان اللي احنا وريناها لكم دي اللي بتحجب الرؤيه، دي اللي هي زي الاوف وايت، زي البلاك اوت، زي البلاك اوت. اللي بتحجب الرؤيه، ادي لون، ادي اتنين، تمام، ثلاثه، ادي اربعه. تمام تمام. في منها لون، هم دول الاربع الوان. تمام. بصوا المفاجاه، بصوا كمان في اخر الفيديو ده. بصوا ده وريهم ده كده عشان الناس تشوف كده. انا عايزه اقول لكم ان تقيل القماشه، تقيله. بصوا القماشه تقيله مش خفيفه ما شاء الله. وكملوا بقى هيبهرنا النهارده. النهارده في مفاجاه، تعالوا نشوف مفاجات سامي معانا. يلا مفاجاه ببلاش. المفاجاه ايه هي؟ نبدا اول مفاجاه. ده وين يا واد؟ ده ايه بقى ده؟ ده تل. تل تمام. بس تل ايه بقى؟ ايه؟ تل بكنار قطيفه. طب بنفتحه قصادك، ها؟ تمام، عشان ما حدش يقول لك ده شغل. تمام، قطعه مش قطعه. افردي كده معايا، افردي كده معايا، سلم ده كده. ده كده معانا كام دور كده احنا ماشيين؟ ده تل بكنار قطيفه دورين يا جماعه، بكنار قطيفه. تمام، شايفاها كويس؟ انا افردك اكتر، افرد باينه اكتر. صوتي واضح؟ واضح. باينه؟ باينه. بكام؟ معرفش. ب 50 جنيه المتر. ب 50 جنيه المتر اللي هو كنار قطيفه. متر كده ب 50 جنيه يا جماعه. ب 50 جنيه، حلو قوي. كام موديل بقى؟ كام بقى؟ مش موديل واحد يا جماعه. طب ورينا كده. مش كله موديل، مش موديل واحد، سيبي اكتر. ده كده اللي هو، بس عشان نقول لهم عشان الالوان، ده كده اللي هو نبيتي في ايه؟ في ابيض. وده نبيتي في ذهبي. افرد كده وريني. ده هيبقى المتر ب 50 جنيه. امسكي كده المتر مفاجأة. لا انت افرد انت وانا بصور. 50 جنيه المتر يا جماعه. ده بكنار قطيفه، افرد قصادي. ده هيبقى طول تمام بكنار قطيفه المتر ب 50 جنيه. قطيفه ب 50 جنيه، اللي بيتباع ب 300 جنيه و400 جنيه احنا بنبيعه ب 50 جنيه. عرفت ليه احنا النهارده بنقول ببلاش؟ تمام، المتر ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. ده كده معانا لونين، في لون تالت. نتفرج. ده لون ايه؟ نبيتي في ذهبي في بيج. في ذهبي في بيج. أيوة. تمام اهو. شغل ابو 400 جنيه النهارده بنبيعه ببلاش. لا ارفعها قوي كده عشان نوريهم الكنار. ارفع كمان شويه. بكام بقى كده؟ 50 جنيه المتر. 50 جنيه المتر. تمام، متر بكام؟ 50 جنيه. 50 جنيه يعني بكام؟ تمام، عايزه اوريكم ان هو قطيفه. 50 جنيه المتر. بصوا قطيفه. تمام، جنيه المتر. احنا كده اتكلمنا ان كل الحاجات دي اتواب مش بواقي، صح كده؟ الحاجات دي كلها اتواب. تمام اهو يا جماعه، كل ده ب 50. تمام، دي شغلة ثياب يا جماعه، والعرض اللي احنا قلنا عليه المفاجاه ب 50 جنيه طل بالقطيفه. تمام، عشان كده قلنا لكم كل سنه وانتم طيبين. عرضنا النهارده اسمه عرض ايه؟ عرض ببلاش. تمام، بقى المفاجاه الثانيه. المفاجاه الثانيه كانت ايه؟ المفاجاه الثانيه ستاره مطرز ب 25 جنيه. طول مطرز ب 25 جنيه. افتح بص تياب قصادك. تمام، في بقى كام لون؟ اتفضلي بقى عدي. بيش في بيج، بيش في كافيه، بيش في بيج، وبيش في كافيه، بيش في كشمير، بيش في كشمير. افتح بص كده، اتوابه اهي يا جماعه. ماشي، افتح التوب يا واد. ده توب توب توب. لا ده اوف وايت، صح كده؟ اوف وايت. تمام، في الوان ومش 25 يا جماعه. 25 جنيه العرض ده، كارات جيجي بس. المتر ب 25 كله اتواب اهو. تمام، ده اوف وايت. ماشي اهو، ده اوف وايت كده. احنا قلنا النهارده عرض ببلاش.
تمام. هو ده ببلاش ب 25 جنيه المتر. 25 جنيه المتر. على فكرة هم عندهم تفصيل لو عايزة تفصلي، صح؟ التفصيل هنا. بنفصل لك كل حاجة وانت قاعدة. تمام. بصي التواب تاني اهو، بنفتحه قصادك اهو. اهو التواب. عشان الناس اللي بتقول دي فضلات. لا 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 اهو. شاب يا جماعة اهي. وفي الأبيض اهو. اهو وده الأوف وايت. تمام. ده اسمه عرض ببلاش. عرض ببلاش، افرض يا ابني ببلاش. تمام. 25 جنيه المتر. النهارده عرضنا ببلاش. المتر اهو يا جماعة ب 25 جنيه. 25 جنيه المتر، افرض يا وائل. تمام. أي بقى عروسة، أي حد عايز يجدد بقى ويعمل خلفيات جديدة. دي في جري. أهو. بصوا على فضي ب 25. بصوا ب 25 فستان عروس. ده ببلاش يا جيجي. بصوا يا جماعه ده ب 25 جنيه. تمام. 25 جنيه ببلاش. اتوار مفتوحه قصادك اهي. تمام. ده عرض ال 25. ده كده عرض ال 25. تمام. وانتم طيبين. ادي لون تاني للناس اللي بتحب الكشمير. كشمير. تمام. الناس اللي بتحب لون الكشمير. بصي ده ايه ده يا جيجي؟ توب. ده توب صح؟ اتواب. طب طب ب 25 جنيه المتر. تمام. 25. 25 جنيه. اه طلع ببلاش فعلا. ببلاش. طلع فعلا ببلاش. انت لسه عندك ابهار تاني ولا ايه؟ اخر عرض ان شاء الله والمفاجاه. طب وريني بقى الابهار الجديد. يلا يا جماعه حطوا بقى كده لايك كتير. وريني بقى يا سمير. بس احنا بنتفرج هنا الدانتيل. دانتيل. الدانتيل دخل العرض معانا. الدانتيل ده. تمام. بكام بقى؟ بكام؟ بكام قولي؟ لا معرفش. الدانتيل جنيه. الدانتيل ب 35. 35 جنيه. تمام. متر الدانتيل يا جماعه ب 35، وانتوا عارفين ان الدانتيل اصلا غالي. قلنا محل مارتينو عامل لكم مفاجآت كتير النهارده. طب انت عامل لنا بقى انتظروا الجديد مع قناه جيجي. طب انت عامل لنا بقى من الدانتيل ده الوان؟ 35. نتفرج. تمام. نتفرج مع بعض. ده لون ابيض. ده لون اوف وايت. ده اوف وايت. تمام. وده لون تاني اهو. كل حاجه اتواب. انا يعني انت شايفاني فارد لك ايه؟ اه ما شاء الله. يعني انا بفرد التوب اهو. بصوا يا جماعه ده بكام؟ 35 جنيه. 35 يا جماعه ببلاش. بصوا احنا عرض ببلاش النهارده. 35 جنيه. مارتينو بيقول لكم كل فرن طيبين عرض ببلاش. 35. شقتك ببلاش، تفرش شقتك ببلاش. تمام. نتفرج على انواع تانيه منه، موديلات تانيه. تمام. مش موديل واحد. بصي بس الناس اللي متابعين جيجي احنا بنحب المصداقيه. بصوا يا جماعه الحاجات الحلوه دي. بصوا الحاجات الحلوه دي. دي الحاجات اللي عامله زي الشبك دي حلوه قوي. 35 جنيه. حلوه قوي. 35 جنيه. حلو ده. مالكم النهارده مارتينو عامل لكم فرق. 35. ليه حق اقول ببلاش ولا لا؟ اه كل ده ببلاش. بصوا كل حاجه عمال يفردها لنا تواب. بصوا اه لا جميله جميله ما شاء الله. 35 جنيه. بصي بقى اللون ده يا جيجي. اه ده اللون البيج تقريبا. البيج الناس اللي بتدور على اللون البيج دايما اهو، لما بيبقى عندها حاجات مذهب بتبقى محتاجه الحاجات دي. كل مصريين طيبين. ودي مفاجاه مارتينو النهارده بنقول لكم ببلاش ببلاش. عرض ستاره لطيفه ب 100، عرض الستاره ب 50، عرض التل اللي بكنار قطيفه ب 50 جنيه المتر، عرض المطرز ب 25، عرض الدانتيل ب 35. بصوا يا جماعه عرض كل متابعين العرض اهو بتاع الدانتيل 35، كل الالوان وكل النقشات، نقشات كتير جدا. العرض بتاع التل الابيض والوان كتير جدا جدا ب 25، وده ب 50 جنيه. سمير قول لي بقى يا سمير العنوان ورقم التليفون. 27 شارع المطبعه الاهليه، محل مارتينو خلف البنك الاهلي. تمام. تليفون 012-2-13-25-169. تمام. وهنسيب لكم كل الحاجات دي في اول تعليق مثبت. تمام. تمام. نقول بقى رقم التليفون عشان الناس اللي ما بتعرفش توصل للتعليقات تاني، والرقم ده عليه واتس. قولوا من الاول. 012-2-13-25-169 واتس تليجرام. اللي عايز يبعت على اي برامج يبعت. انا في ناس بتكلمنا على الايمو، في ناس بتكلمنا على الفايبر. تمام. اي برنامج يكلمنا عليه. طيب عايزين نعرف الاجازه يوم ايه ومواعيد العمل. موعدنا طول الاسبوع من 9 ل 9 ما عدا يوم الاحد اجازه. يوم الاحد اجازه. يوم الاحد. وكل يوم من الساعه 9 ل 9 في من 9 ل 9 في شحن الكميات. شحن اللي هو المحافظات او في القاهره بس يبقى كميات. كميات يعني عشان الناس تبقى عارفه. يعني معظم الناس بتيجي تتفرج عشان الناس حاطه في دماغها حاجه، بتيجي تلاقي حاجه احلى. تمام. فبتيجي تاخد اكتر من اللي هي
تمام. بس لو حد عايز شحن محافظات بيبقى فيه، بس تبقى كميات صح كده. النهارده كلها اسمها ايه يا جيجي؟ عروض ببلاش. ببلاش، كل سنه وانتم طيبين. وعشان لما تلاقوا بقى العنوان مكتوب ببلاش بقى هو فعلا كان ببلاش النهارده. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. يا رب كده يكون الفيديو كده عجبكم، واللمحه كده اللي احنا خدناها دي، وحاجات فعلا فعلا حاجات متميزه جدا جدا في محل مارتينو. تمام اهو. برضو سمير عايز ينوه على حاجة، علشان برضو دي للأمانة عشان الناس اللي بتيجي العرايس وعايزة تاخد بكمية للعروسة بيعمل لها خصم حلو قوي. ايه بقى خصم العروسة؟ قلنا في الفيديو اللي فات ولسه بنقول برضو في الفيديو ده، اي عروسة هتشتري ستاير 5000 جنيه التفصيل مجانا. تمام. بس شرط ان العروسة لما تدخل تسأل عليا او تتصل بيا على التليفون. تمام. انتوا عندكم التليفون، يعني اللي يجي ما يلاقينيش في المحل يتصل بيا. تمام. مفيش حاجه اسمها جيت ما لقيتكش، لا، في تليفون اتصل بيا وهيك الخصم اللي احنا قلنا على اي عروسه هتشتري ستاير ب 5000 جنيه كل التفصيل مجانا لمتابعين جيجي، عرايس جيجي بس. تسلم. عرض ابو بلاش. تسلم تسلم. وانت طيبين. وانت طيب، متشكره جدا. بس كده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب كده يكون الفيديو عجبكم ويكون كمان نال رضاكم، وحطوا بقى لايك كتير للفيديو لانه بجد يستحق، واشوفكم بقى ان شاء الله باذن الله في ابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. باي باي حبيب قلبي جيجي.